شديد برنامج كورة للإعلامي علي سالم المحترم. يا أخي إحنا المصورين قاعد نواجه مشاكل في الدخول للملاعب وخصوصاً الأمنية. يا أخي ألف مشكلة صارت في كاتخ. لا عاد منو مسوين باج إنه إذا هيج؟ يعني أنا جاي مثلاً هيج غير باج مصدر من الاتحاد التطبيعي. يا أخي أتمنى نشوف إنه حل هاي المشكلة. شوف حاسين التطبيعي ناس دنا أي واحد بالاتحاد العراقي. يعني هسه أقول مثلاً المصورين ممنوع دخولهم بس إلا بعدد معين اللي هو 2 أشخاص. هسه الأسماء عندهم يا أخي مو مصدرين أسماء من التطبيعية، لا عاد ليش ما يدخلونا؟ أتمنى توصل صوتي للاتحاد التطبيعية وشكراً.